أهلا بكم طلاب ودكاترة وباشمهندسين الصف الرابع الابتدائي. ما حل تدريبات تدرب على الدرس الرابع من كتاب الأضواء صفحة 60؟ أوجد قيم المتغيرات في النماذج الشريطية الآتية. عايزين نتفق على حاجة، لما تلاقي علامة المجهول إذا كان موجود فوق يبقى أنت كده هتجمع اللي تحت، واللي يطلع هو ناتج اللي فوق. طيب نفترض لقيت حد من اللي تحت هو المجهول، يبقى اللي فوق تشيل منه اللي تحته على حسب بقى، واللي يطلع هو الناتج. تعال كده نشوف، يلا ده اسمه جزء جزء كل، يبقى الكل تجمع الرقمين دول. نجمع يلا الأحاد والأحاد والعشرات والعشرات. صفر وصفر صفر، صفر وسبعة سبعة، اتنين زائد واحد تلاتة، يبقى 370. تعال هنا دول تحت بعض، يبقى تطرح بقى من بعضهم. صفر ناقص صفر صفر، تسعة ناقص تمانية واحد، اتنين ناقص واحد واحد، 110. 27 وهنا 17، جزء جزء كل، يبقى تجمع الجزء مع الجزء عشان يديك الكل. 7 و7 14، 4 وبطلع بالواحد، 2 و1 3 ومعايا 1 4، 44. 500 وهنا 400، جزء جزء كل، اجمع يلا 500 و400 يبقى 900. تعال هنا اطرح يلا من بعض، 5 ناقص 0 5، 2 ناقص 5 ما يصحش، استلف من السبعة، السبعة اخد منها واحد تبقى ستة، والاتنين تبقى 12، 12 ناقص 5 يفضل سبعة، و6 ناقص 6 صفر، ملوش لازمة. خش هنا، 0 ناقص 0 0، 7 ناقص 4 3، 2 ناقص 1 1، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 5 صفر، 3 ناقص 3 صفر، 7 ناقص 0 7، 1 ناقص 1 صفر، ملوش لازمة، طلعت 7000. 4 ناقص 0 4، 3 ناقص 4 ما يصحش، استلف من التلاتة تبقى 2، والواحد اللي استلفه بـ10 يبقى 1، وحط جنبها التلاتة يبقى 13، 13 شيل منهم 4 يفضل 9، و3 بقت 2، 2 ناقص 3 ما يصحش، هستلف من ده، ده يبقى 1، ده يبقى 12، 12 ناقص 3 9، 1 ناقص 1 0، ملوش لازمة. 300 و2700 اجمعهم مع بعض، 0 و0 0، 0 و0 0، 3 زائد 7 يبقوا 10، 0 بطلع بالواحد، 2 زائد 1 يبقوا 3، 3000. أوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي، 125 زائد A يديني 300، 125 أزود عليها كام يبقوا 300؟ يبقى تنقص 300 من 125، 300 ناقص 125، 0 ناقص 5 ما يصحش، هستلف من الصفر يقول معيش، يستلف من اللي وراه ده يبقى 2، وده يبقى 10، بس الصفر يقول له انت كده بقيت 10 اديني يلا، يقول له حاضر، ده يبقى 9 وده يبقى 10، 10 ناقص 5 5، و9 ناقص 2 7، و2 ناقص 1 1، يبقى 175. تعال هنا 310 زود عليها كام تبقى 550، يبقى الكبير والصغير اهم نقصهم من بعض يلا، 550 ناقص 310، 0 ناقص 0 0، و5 ناقص 1 4، و5 ناقص 3 2، 240. هنا بيقول لك 4617 زائد ايه يديك 5000. تعال نحسبها يلا، هقول 5000 ناقص الرقم ده، تعال نحسبها هنا، 5000 ناقص 4617، 0 ناقص 0 ما يصحش، والصفر هنعمل ايه، نستلف على طول يلا، فده كده هيبقى كام، هيبقى 4، والصفر ده هيصبح 10، بس اللي وراه هيقوله اديني. الخلاصة يعني ان ده يبقى 9، وده يبقى 9، والاخير بس اللي يبقى 10. عرفت ليه خلناهم 9؟ عشان ده لما هيبقى 10 اللي وراه هيقول له اديني، فالصفر ده هيصبح 10، 10 ناقص 7 3، و9 ناقص 1 8، و9 ناقص 6 3، و4 ناقص 4 0، ملوش لازمة، يبقى 383. تعال هنا بيقول لك في رقم شلت منه 707 أصبح 202، عارف ايه هو؟ تجمعهم الاتنين دول مع بعض،
لما يديك المجهول في الأول يديك وراه ناقص، يبقى تجمع الرقمين مع بعض عشان تعرف المجهول. يلا كان نجمع الأحاد والأحاد، 7 و2 يبقوا 9، وصفر وصفر صفر، واتنين زائد 7 9 يبقى 909. 9520 شيل منهم كام يصبح 4330. نقصهم من بعض، يلا 0 ناقص 0 0، و2 ناقص 3 ما يصحش، استلف من 5 5 تصبح 4، والاتنين تبقى 12. 12 شيل منهم 3 يفضل 9، و4 شيل منهم 3 يفضل 1، و9 شيل منهم 5 يفضل 5، يبقى 5190. 5190. 7150 شيل منهم ايه علشان يطلع 1200. يبقى تطرح الرقم دياتي، تشيل منه الرقم الصغير دياتي، يبقى هقول 0 ناقص 0 0، و5 شيل منهم 0 5، و1 ناقص 2 ما يصحش، استلف من 7 تصبح 6، والواحد يبقى 11. 11 شيل منهم 2 يفضل 9، و6 ناقص 1 5، يبقى 5950. في رقم مجهول شلت منه 7500 أصبح 1000. اجمع الرقمين دول مع بعض، 7500 زائد 1000 يبقى 8500. تعال هنا، المجهول قدام وراه ناقص، يبقى نجمعهم مع بعض، 7 و7 14، 4 ومعايا الواحد، 3 زائد 1 4، 4 ومعايا 0 هي الأربعة. بعد كده 2 زائد 7 9، والواحد ده محدش معاه، يبقى 1944. كون نموذجا شريطيا لإيجاد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي. دايما في المجهول هيديني ايه؟ هيديني رقمين زي كده. لو اداني المجهول ورا يبقى لازم نجمع دول. طيب لو اداني ناقص، يعني قال لك سي وقال لك ناقص واداك اي رقمين هنا وهنا، يبقى اذا ده الكبير، الكبير ده هيقعد فوق بقى. تعال بقى نشوف واحدة واحدة. هنا بيقول لك الرقم ده ازود عليه حرف السي يديك الرقم اللي ورا ده. يا ترى السي ده بكام؟ ده الكبير يقعد فوق، 8 4 5.670. اتكتب التاني السي والرقم التاني، 5 7 2.526. هنا ننقصهم يلا من بعض، 0 ناقص 5 ما يصحش، استلف من 7 دي تبقى 6، والصفر يصبح 10. 10 شيل منهم 5 يفضل 5. طيب بعد كده 6 ناقص 7 ما يصحش، استلف من 6 الستة تصبح 5، والستة دي تصبح 16. 16 شيل منهم 7 يفضل 9، و5 ناقص 2 3، و5 ناقص 5 0، و4 ناقص 2 2، و8 شيل منهم 6 يفضل 2، يبقى 220395. هنا مديني المجهول قدام، يبقى اذا اجمع دول مع بعض، يبقى الكبير يقعد فوق ونقعد الرقمين دول تحت، 75200، وهنا 53500. طالما جنب بعض نجمعهم، 0 و0 0 0 و0 0، 2 و5 يبقوا 7، 5 زائد 3 يبقوا 8، 7 زائد 5 يبقوا 12، 128700. هنا رقم مجهول ورا، يبقى اذا نقص الرقم دياتي الكبير شيل منه الرقم الصغير ده، 17000 فوق ورقمين التانيين تحت، 8000، وهنا ال n، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، والصفر الأخير مع الصفر الأخير 0. 17 شيل منهم 8 9 9000. زد زائد 960 بيساوي 2010. الكبير بيقعد ورا في الزائد، يبقى نكتبه قدام اهو فوق خالص، ونكتب المجهول تحت، 960 وحرف الزد. اطرح يلا، 0 و0 0، 1 ناقص 6 ما يصحش، استلف من الصفر، الصفر يقول معيش، الصفر يستلف من 2، الاتنين تصبح 1، والصفر ده يبقى 10. فالواحد ده يقول انت كده بقيت 10 الدين، يلا يقول له حاضر، ده يبقى 9، والواحد ده يبقى 11. 11 شيل منهم 6 يفضل 5، وبعد كده 9
ناقص 9 صفر، والواحد ده محدش معاه ينزل، بيجي 1050. هنا زائد والكبير موجود ورا، يبقى حط الكبير فوق اهو والتانيين تحت، 205925. وحرف الاف اهو، 5 ناقص 5 صفر، 7 ناقص 2 5، و7 ناقص 9 ما يصحش، استلف من الصفر، الصفر معهوش، استلف من الواحد، فالواحد ده يبقى صفر، وده يبقى 10، بس اللي وراه يقول له اديني، يقول له حاضر، فده يبقى 9، وده يبقى 17. 17 شيل منهم 9 يفضل 8، بقى كده 9 شيل منهم 5 يفضل 4، وصفر شيل منه 0 0، و8 شيل منهم 2 6. هنا الكبير قاعد قدام الناقص، يبقى 15980. وهذا الرقم الثاني، 7 240. وهنا حرف الدي، نقص من بعض، يلا 0 ناقص 0 0، و8 شيل منهم 4 يفضل 4، و9 شيل منهم 2 يفضل 7، و15 شيل منهم 7 يفضل 8، يبقى 8740. اختر الإجابة الصحيحة من نموذج الشريط المقابل. قيمة المجهول بي تساوي البي اهو، طالما هو موجود تحت يبقى اطرح الرقمين دول من بعض، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 6 ما يصحش، استلف من 8 1 تبقى 7، والواحد اللي استلفه ب10 حطه على الصفر يبقى 10، 10 شيل منهم 6 يفضل 4، و7 شيل منهم 3 يفضل 4، يبقى 440. اذا كان R ناقص 801 بيديني 100، يعني في رقم كم موجود هنا، تجمع دول مع بعض، 801 زائد 100 يبقى 901. في المعادلة اللي قدامك دي عايز قيمة ال A، في بيقول لك 9200 شال منهم حرف ال A اداك 200، يبقى ايه الرقم مجهول؟ يلا قول 9000 شيل منهم 200 يفضل كام؟ يفضل 9، يبقى اختار 9. مع مالك 540 جنيها وأعطى منها أخته 210 جنيها، أي نموذج شريطي يعبر عن المبلغ المتبقي معه؟ هو كان معاه 540، قال 540 شال منهم كام؟ طبعا هو بيقول ان هو قد أخته كام، قدها 210، يبقى المفروض هو متبقي معاه كام؟ هقول 540 لازم تقعد في النموذج فوق وقاعد الرقمين دول تحت، يبقى نختار رقم جيم. اقرأ وعبر عن المسائل الكلامية بالنماذج الشريطية ثم أجب. مشى أسامة بعض الخطوات يوم الاثنين، ثم مشى 10075 خطوة أخرى يوم الثلاثاء، وكان مجموع الخطوتين التي مشاها أسامة الآن هو 78200 خطوة، فما عدد الخطوات التي مشاها يوم الاثنين؟ يبقى 78 دي تقعد فوق و10000 تقعد تحت، وحط اي حرف مجهول، مثلا حرف البي، يبقى عشان تحسب البي بتساوي ايه؟ هتقول ده ناقص ده، 0 ناقص 5 ما يصحش، استلف من الصفر ما يصحش، يستلف من اللي وراه ده يبقى 1، وده يبقى 10، فالصفر بقى 10، ال10 بقى هسحب منها 1، ليه؟ عشان الصفر هيقول له اديني 1، فدي هتبقى 9، وده هيبقى 10، 10 ناقص 5 5، و9 شيل منهم 7 يفضل 2، 1 ناقص 0 1، و8 ناقص 0 8، و7 ناقص 1 6، يبقى 68125 خطوة. يوجد في المستعمرة 20000 نملة، منها 12000 نملة من الإناث والباقي من الذكور، فما عدد النمل الذكور في المستعمرة؟ يبقى المستعمرة كلها 20000، أدي 20000، 12000 نملة منهم دول إناث، يبقى الذكور بيساوي، نطرح يلا، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 20 شيل منهم 12 يفضل 8، 8000 نملة. إذا كان مع أحمد 5400 جنيه، وكان مجموع ما معه ومع أخيه 9000
430 جنيها، فكم عدد الجنيهات مع أخيه؟ هو بيقول لك هما الاتنين مع بعضيهم معاهم المبلغ ده ياتي، وأحمد بس لوحده مع المبلغ ده. عايز اللي يعرف مع أخوه بكام. يبقى الكبير ده يقعد فوق أهو، والصغير يقعد تحت، نحط أي حرف، حرف الإس مثلا، واطرح يلا. 0 ناقص 0 0، 3 ناقص 0 3، 4 ناقص 4 0، 9 ناقص 5 4، يبقى 4030 جنيها. قطار به 1540 راكبا، فإذا نزل في إحدى المحطات 1243 راكبا، فكم راكبا ما زال في القطار؟ يعني هو القطر في 1540، نزل في محطة 1243، حط أي حرف هنا، حرف الإم، ونشوف يطلع بكام. نطرحهم يلا. 0 ناقص 3 ما يصحش، هستلف من 4 تبقى 3، والصفر يبقى 10. 10 ناقص 3 7، و3 ناقص 4 ما يصحش، استلف دي تبقى 4 ودي تبقى 13. 13 ناقص 4 9، 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 1 0، مش لازمة. نكتب ورا كلمة راكبا. فكر، اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الآتية: مع علي 25 جنيها، فإذا ترك مبلغ 13 جنيها لأخيه، فكم يتبقى معه؟ نطرح يلا. 25 ناقص 13، نطرحهم يلا من هنا. 5 ناقص 3 2، و2 ناقص 1 1، يبقى 12 جنيها. اقرأ ثم اجب اوافق او لا اوافق. يقول علاء ان قيمة الايه في المعادلة اللي قدامك دي هي 2457، هل توافقه؟ تعال نحسبها ونشوفها. نطرح الرقمين دول من بعض: 5 ناقص 5 0، و7 ناقص 7 0، و2 ناقص 4 ما يصحش، نستلف من ده يبقى احسبها 12 على طول. 12 ناقص 4 يفضل 8. يبقى اقول لا اوافق، لان الناتج 800. اختبر نفسك حتى الدرس الرابع، اختر الاجابة الصحيحة. من النموذج الشريط المقابل قيمة الام اللي هو المجهول يعني بكام؟ طالما لقيت المجهول تحت يبقى اسمه جزء، يبقى هقول 5 ناقص 5 0، و8 ناقص 8 0، و9 ناقص 2 7، يبقى 700. ناتج جمع الرقمين دول 3 زائد 7 10، 0 بطلع بالواحد. 3 زائد 1 4، 4 و4 8، 6 زائد 2 8، يبقى 880 آخر واحدة. أي من المعادلات التالية تعبر عن النموذج الشريطي المقابل؟ الإكس فوق يعني تجمع الرقمين دول مع بعض اللي هو الجزء والجزء، يبقى تدور على فيها جمع أهياتي. 12 زائد 3 بيساوي 3 زائد 12، عملت لهم ايه؟ بدلتهم، يبقى ده اسمها خاصية إبدال. في النموذج الشريطي اللي قدامك ده عايز أعرف قيمة السي، السي ليها الكل، يجمع الجزء والجزء، 400 زائد 200 يبقوا 600. ثانيا أكمل ما يأتي، الرقم ده عايز أزود عليه رقم يديني رقم كبير، اطرح دول من بعض. 935,075 ناقص 725,625، 5 ناقص 5 0 7 ناقص 2 5 0 ناقص 6 ما يصحش، هستلف من 5 تبقى 4 والصفر ده يبقى 10. 10 ناقص 6 4، 4 ناقص 5 ما يصحش، استلف من 3 تبقى 2 والأربعة تبقى 14. 14 ناقص 5 9، و2 ناقص 2 0، و9 شيل منهم 7 يفضل 2. إذا كان 850 ناقص الـ A بيديك 750، فإن قيمة الـ A بكام؟ 850 شيل منها 750 يبقى يفضل 100. في النموذج الشريط المقابل عايز أعرف قيمة الـ B، تجمع الرقمين دول مع بعض. اجمع يلا كده معايا. 0 و0 0، 0 و0 0، 7 زائد 5 12،
2 واطلع بالواحد، 1 و1 يبقى 2. إذا كان 150 زائد البي بيديك 250، يبقى قول 250 شيل منها 150 يفضل 100. في المعادلة التالية عايز أعرف المجهول اللي هو قدام ده، طبعا ده الكبير معرفوش، اجمع دول مع بعض، 3000 و2000 يبقوا 5000، مع تامر 650 جنيها، فإذا اشترى ساعة بمبلغ 340 جنيه فإن عدد الجنيهات المتبقية معه، يبقى هقول 650 ناقص 340، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 4 1، 6 شيل منهم 3 يفضل 3. جراج به 900 سيارة، فإذا خرجت منه 530 سيارة فإن عدد السيارات المتبقية، نطرح 900 شيل منهم كام؟ شيل منهم 530، 900 ناقص 530 شيل منهم 530، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 3 ما يصحش، استلف من 9 تبقى 8، الصفر ده يبقى 10، 10 شيل منهم 3 7، و8 شيل منهم 5 يفضل 3، 370. باع صاحب مخبز 849 رغيفا في يوم واحد، فإذا باع في الصباح 540 رغيفا فكم رغيفا بيع في المساء؟ يبقى نقول الرقم ده نقص من الرقم ده، يبقى 8 4 9 ناقص 540، 9 ناقص 0 9، 4 ناقص 4 0، 8 ناقص 5 3، 309. من النموذج الشريط المقابل أوجد الام، طالما هو تحت يبقى اطرح دول، 0 ناقص 0 0، 2 ناقص 1 1، 6 ناقص 3 3، و7 ناقص 4 3. استخدم النموذج الشريط ده يوزعه، الكبير يقعد فوق الدبليو، وال200 هنا ال300، عشان تجيب الكبير لفوق اجمع دول 300 و200 هما انت يدوك 500، اذا الدبليو ب 500.